الكرام في هذه النشرة الاستثنائية الثانية مباشرة على الأولى. وفي البداية، أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق. وأضاف البلاغ أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات الدار البيضاء، حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. وبذلك يسجل البلاغ تكون حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى غاية صدور هذا البلاغ 38 حالة مؤكدة. وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة أنه في إطار تدابير الصحة العمومية المتخذة من أجل مكافحة الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19، تولي الاستراتيجية الوطنية اهتماما خاصا بالتحاليل البيولوجية من أجل التأكد والتتبع، موضحا أنه وبالنظر إلى الوضعية الوبائية بالمغرب وخصوصية التحاليل وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن مختبرات المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء التابع للوزارة ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط هي وحدها المخولة والمرخص لها بإجراء هذه التحاليل، وأن أي عدم التزام بهذا الإجراء ستترتب عنه متابعات إدارية وقانونية. وبخصوص تموين الأسواق بالمواد الأساسية الغذائية الأساسية، قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشكل مشترك السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في بلاغ لها اليوم أن هذا الإجراء الذي يأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء كوفيد-19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد وسيستمر لمدة شهر. وكانت الوزارة قد أوضحت في بلاغ لها أمس أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أو السمكية. على صعيد آخر، يعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تباشر أبحاثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، كما أنها قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا. ومساهمة منها في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، دعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار الفيروس. التفاصيل مع عماد أمسمير.
أوضحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط في بلاغ أنها وضعت في هذا الصدد الرقم الهاتفي 0537-56-2402 الخاص بالإرشادات والرد على بعض التساؤلات المستعجلة أو التبليغ عن بعض الجرائم، كما قامت بوضع رقمين خاصين بالفاكس هما 0537-56-41-96 و 0537-56-42-03 وكذا البريد الإلكتروني لاستقبال الشكايات rabacourdappel@gmail.com. وأكدت النيابة العامة أنها ستسهر على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمعالجة الحالة المستعجلة في إبانها كلما تطلب الأمر ذلك، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي تبعا لدورية رئيس النيابة العامة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة وعلى صحة وسلامة المتقاضين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة قد دعا المواطنين الراغبين في تقديم الشكايات إلى توجيهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة، وذلك لتقليص توافد المتقاضين على النيابة العامة والمساهمة في الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وسعيا منه لدعم الاقتصاد الوطني، قرر بنك المغرب اليوم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2%، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2020. واتخذت المؤسسة المالية هذا القرار عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020 الذي انعقد اليوم. وقرر مجلس البنك أيضا مواصلة تتبع جميع التطورات عن كثب. وفي إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أنها قررت تحديد عدد الزبناء الذين يمكنهم ولوج الوكالة البنكية دفعة واحدة في 5 إلى 10 أفراد، وذلك حسب حجم كل وكالة. مجموع الإجراءات المتخذة يوضحها بلاغ للمجموعة. المجموعة المهنية لبنوك المغرب وفي إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قررت تحديد عدد الزبناء الذين يمكنهم ولوج الوكالة البنكية دفعة واحدة في 5 إلى 10 أفراد، وذلك حسب حجم كل وكالة. المجموعة أوضحت في بلاغ صحفي أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات التي تتخذها البنوك الأعضاء في هذه المجموعة للمساهمة في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في صفوف مواردها البشرية أو بين الزبناء. وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم عملية الدخول والالتحاق بالشبابيك البنكية من قبل مستخدم الأمن بالبنك حتى وإن استدعى الأمر انتظار الزبناء خارج مقر الوكالة. وأضاف ذات المصدر قائلا إنه لتحقيق هذه الغاية نعول على تعاون الجميع لضمان حسن سير العمل والاستجابة لتطلعات الزبناء. وستعمل المجموعة على تسهيل ولوج الزبناء للخدمات البنكية وتحلي بالمرونة في إنجاز المعاملات، داعية الزبناء إلى استعمال الوسائل الرقمية ومنها على الخصوص البطاقة البنكية في الشبابيك الآلية، مما سيساهم في تجنب الاتصالات الشخصية التي قد تساعد على انتشار العدوى. وسعيا منها الطمأنة زبناء مختلف المؤسسات البنكية المنخرطة في المجموعة، أكدت هذه الأخيرة إنها ليست مسألة سيولة بقدر ما هي مبادرة لتدبير تدفقات الزبناء بهدف حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي بلاغ توضيحي من وزارة الداخلية يتم على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تداول منشور يتضمن مزاعم ومغالطات عن إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية وكذا عقد اجتماع مستعجل في مقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة. وبهذا الخصوص تؤكد وزارة الداخلية على أن المعلومات المتضمنة بهذا المنشور هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع، وتذكر وزارة الداخلية بأن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها لحد الآن من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وتجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القلب. والتحق بنا ضيفا في هذه النشرة السيد حفيظ الزهري مستشار وزير الصحة. مرحبا بك السيد الزهري، وبداية هذه الأخبار الزائفة شنو التأثير ديالها على المواطن؟ طبيعة الحال عندها تأثير كبير على المواطن المغربي، خصوصا وأنها تشتعل في عهد الأزمة، أزمة العالمية، فيروس في كورونا المستجد وما أثره من هلع وخلع بالنسبة لجميع الشعوب ليس فقط للمغاربة. الحمد لله الآن كما قرأت البلاغ وزارة الداخلية فالسلطات المغربية تأخذ مأخذ الجد مثل هذه الأخبار الزائفة التي تساهم في لا أمن البلاد ولا أمن حتى بالنسبة للمواطن، مأخذ الجد. وبالتالي فأي واحد الآن كيحاول ما أمكن أنه يخلق زعزعة الأمن من داخل البلاد عبر هذه الأخبار الزائفة سواء عن قصد أو عن عدم القصد، فهو من الأحسن الآن يبتعد عن هذه المسائل في هذه الظرفية التي يجتازها العالم والمغرب كذلك. طيب نرجعوا سيد حفيظ للوضعية الوبائية. اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثاني حالة وفاة وعن بلوغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 38 حالة مؤكدة، هل لديكم إضافة أخرى؟ بالنسبة لحدود الساعة دابا وزارة الصحة ارتأت على أساس أنها تقدم الحصيلة ديالها عبر تقسيم اليوم 24 ساعة إلى 12 ساعة من أجل الحرص على تقديم المعلومة في وقتها وفي آنها بالنسبة للمواطن المغربي ولا حتى بالنسبة للرجال الإعلام ونساء الإعلام. لماذا هذا الحرص الشديد من قبل وزارة الصحة ولا باقي الشركاء ديالها؟ هو من أجل الشفافية، من أجل إيصال المعلومة في حينها، لأن هذا الأمر ما كيهمش فقط وزارة الصحة ولا كيهم الشركاء ديالها، وإنما كيهم المغرب كامل مواطنيه ومواطنين ديال هذه البلاد هذه. وبالتالي فالمستجد اللي كاين هو حالة وفاة هذا الصباح هذا اللي علنت عليها وزارة الصحة في البلاغ، حالة ثانية، وعندنا حالة مؤكدة جديدة اللي هي رقم 38. إذا ثلاثة حالات، عندنا حالة شفيت، حالتين متوفيتين، إذا 35 حالة الآن قيد العلاج. نعم. طيب سيد زهري بغيت نتحدث معك، قبل قليل سبقت الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن هناك ثلاث مؤسسات مخول لها القيام بالتحاليل المخبرية. كيف يتم تشخيص الحالة؟ طبعا الشخص مثلا واحد منا حس بأعراض ديال المرض مثلا السخانة أو الكحة، اولا شنو خصو يدير؟ خصو يتصل بهذوك جوج ديال الارقام ما فيها بس نذكروا بهم، وشنو المرحله اللي كتجي من بعد؟ لا، اول حاجه هو انه خص نميزوا ما بين هاد الاعراض ديال فيروس كورونا واعراض ديال الامراض الاخرى العاديه الموسميه. فاعراض المعروفه الان عند فيروس كورونا هو السخانه المرتفعه واللي ما كتنزلش، ما كتبغيش تنزل، كذلك مصحوبه بواحد الكحه اللي هي جافه والعطيس. نعم. مع عياء
تام بالنسبة للجسم. هاد الأعراض هذه كتبان على الإنسان مثلا خلال مدة ديال الاحتكاك دياله بشخص آخر مصاب وهي 14 يوم، لأن لازلنا نحن في المغرب وأكد بأننا في الحالات الوافدة ما عندناش حالة مغربية محضة، المرحلة الأولى يعني المرحلة الأولى، وبالتالي فالمرحلة مني يخصو ما ينتقلش للمستشفى. علاش؟ لأن ديك المرحلة أو المدة الزمنية اللي غينتقل فيها المستشفى غادي يوقع بزاف احتكاك مع اختلاط مع ناس آخرين، مما قد يصيب ناس آخرين وتتسع الرقعة ديال الفيروس. وبالتالي فوزارة الصحة ارتأت على أساس أنها تخدم أرقام اللي هي أرقام ألو يقظة 080-147-47 وكذلك رقم الصمو 141 اللي هو جهوي، غيبقى يجاوب على مستوى الجهات. وهاد الأرقام هذه كتقدم تساؤلات للشخص اللي متصل باش يعطي هذيك الأعراض اللي كاينة على الجسد ديالو. ملي كيتأكد الشخص كيعطيوه أخصائي مباشرة، كيولي يهضر معاه عاوتاني عبر الهاتف مباشرة. ديك الساعات كينتقل عنده فريق إلى تأكد بأن تلك الأعراض بين بأنه يعني يشتبه فيها أنها يعني تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، وينتقل عنده الفريق تيعطيه آن ماسك أولا، تيعطيه آن ماسك ليه هو، تيعزلوه بوحده عبر الهاتف، تيقولوا له خصك تعزل بوحدك في واحد البيت اللي ممكن يكون عندها شرجم محلول على برا اللي يدخل الهواء، يعني ما يسمى بغرفة العزل السلبي. وتما كيجي تهزوه تيديوه بالأقرب مستشفى اللي فيه غرف ديال العزل، وكذا تياخذوا ليه يعني يعني التحليله تديوها الى المختبر. كاين ثلاثه ديال المختبرات، كاين المختبر الوطني باستور، وكاين المختبر الوطني للصحه اللي موجود في الرباط، وكذلك كاين مختبر المستشفى العسكري. هادو هما الان اللي كاينين يعني رسميا ومؤهلين من طرف وزارة الصحة. هذا لا يعني أن ما عدناش مختبرات أخرى، عدنا مختبرات أخرى على المستوى الجهوي كذلك، اللي هما متواجدين في المراكز الجامعية الاستشفائية الموجودة في جميع الأقاليم. ولكن نعم. الآن ارتأت وزارة الصحة على أساس أن هذه باش تحافظ على المصداقية ديال النتيجة كذلك. هذا هو السر ديال من بعد مني كتعلن النتيجة اللي كتدوم، يعني التحليل اللي كتدوم ما بين 4 ساعات حتى 6 ديال السوايع. هنا كتعلن النتيجة، ملي كتعلن النتيجة إيجابية مثلا تتم حمل ديك الحالة المؤكدة إلى غرفة عزل تام، ما كتدخل الهواء ما كتخرج الهواء، وإنما أسبيراتور كيكون يعني اصطناعي هو اللي كيدخل الهواء هو اللي كيخرج الهواء، يعني معزولة عن العالم الخارجي بالمطلق، وتما كيتعطاو ليه أدوية من أجل العلاج. إلا كانت حالة متفاقمة جدا فتما كيتنقل ديالو إلى غرفة الإنعاش خاصة كذلك بهاد مثل الحالات. إلا كانت سلبية كيت يعني يتم تشخيص المرض ديالو من قبل أطباء آخرين اللي هما مختصين، وكيتعطالو الدواء ديالو وكيمشي للدار ديالو في إطار واحد الجو اللي ممكن باش ما ينقلش حتى داك المرض اللي فيه ينقلو لوحده. ربما تكون انفلونزا، لان هذا الوقت هذا هو وقت الانفلونزا. طيب السيد زهري، المغرب بادر باتخاذ مجموعه من الاجراءات الاستباقيه احترازيه ووقائيه على مختلف الاصعده باش اننا نتفاداو نوصلوا لما وصلت ليه دول اخرى وهي بالجوار ديالنا. اذا شنو اهميه هاد التدابير سي زهري؟ بطبيعة الحال يعني الحمد لله أن المغرب أن ما كانش من بين الدول الأولى اللي تخص بهذا الفيروس، هو اللي خلانا يعني الحكومة ولا يعني القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة والنبهة ديالو في هذا المجال، هو أن اتخذت الدولة المغربية مجموعة من الإجراءات وهي أولا وقف جميع الرحلات سواء الجوية أو البرية أو البحرية. هذه ما اتخذتهاش الدول اللي تفشى فيها الفيروس قبل. وكذلك تم العديد من الإجراءات، إغلاق المقاهي، إغلاق المطاعم، يعني ممكن أي مكان يقدر يخلق لنا تجمع اللي غادي يكون أرض خصبة لانتشار هذا الفيروس. غير فقط المواطن المغربي خصو يعرف هذه الأهمية ديال هذه
الإجراءات، الإجراءات اللي هي مستقبلية، هذه الآنية ولكن عندها نتائج مستقبلية، وهو أننا غادي نحاصروا الفيروس في واحد لمن في واحد يعني عدد قليل وفق هذه الحالات دابا اللي كتنطلق، وما كيتحاصر على 14 يوم أو 20 يوم، يعني كنحددوا الحالات كناخذوهم كنديوهم للمستشفى، ما كيبقاش ذاك الانتشار السريع، لأن الخطر في هذا الفيروس ماشي هو أنه كيقتل، إنما هو كيتشافي راه 53% فاصلة 5 على حسب الإحصائية ديال منظمة الصحة العالمية راه كتشافى، عندنا 3.5% هي اللي توفت للحدود الساعة، وبالتالي الخطر أين يوجد؟ الخطر يوجد في الانتشار السريع لهذا الفيروس، وبالتالي خصنا نلتزموا بهذه الإجراءات اللي خداتها لا وزارة الداخلية ولا وزارة الصحة ولا باقي الشركاء ديال القطاع الحكومي، على أساس أنه نضبط لهم انضباط صارم جدا، ونحاول أننا نطبقهم ونوعيوا الناس الآخرين للحدود الساعة باقي ما فهموش الخطر ديال هذا المرض. طيب حنا كلنا مطالبين بالتزام بهذه الإجراءات، لأن الأمر من الضروري أننا نحترموها. تنشكرك سيد حفيظ زهري مستشار وزير الصحة على كل هذه التوضيحات والإرشاد، ونلتقي بك في مناسبات قادمة. من جانبه قرر الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي التوقف عن استقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات بفضاءات الصندوق ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى إشعار آخر، وذلك تمشيا مع التدابير الاحترازية التي اعتمدها المغرب للحد من انتشار وباء كورونا وحرصا على سلامة المرتفقين. وأوضح بلاغ للصندوق الوطني أن القرار يهم توقيف خدمة استقبال طلبات التسجيل وتحيين الوضع الإدارية للمؤمنين وإيداع أو سحب بطاقات التسجيل باستثناء الحالات المتعلقة بالاستشفاء، شريطة إثبات ذلك بشهادة المؤسسة الاستشفائية المعنية، وتوقيف خدمة استقبال ملفات طلبات الإعفاء من الحصص أو الحصة المتبقية على عاتق المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، وطلبات مواصلة الاستفادة من الخدمات بالنسبة ل أبناء المعاقين. كما يشمل القرار توقيف خدمة استقبال طلبات المرافقة أو الموافقة على التعويض، موضحا أنه يمكن للمؤمنين اقتناء الأدوية ووضع ملفاتهم مباشرة لدى التعاضدية من أجل طلب التعويض. وننتقل إلى الدار البيضاء، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وهمت هذه الإجراءات تعقيم وتطهير عدد من الفضاءات العمومية والشوارع والأزقة ووسائل النقل العمومي والمرافق الإدارية. والنموذج نريده من عملة مقاطعة عين شق مع ليلى أسلي ومحمد زيان. هنا بعملة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، فرق متخصصة تستعد هذا الصباح لتطهير وتعقيم أهم الفضاءات العمومية التي قد تكون نقطة التقاء لعدد كبير من المواطنين بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. كل فريق كلف بحي معين ويتبع بشكل يومي برنامجا محددا. انطلاقة فريق حي سيدي معروف كانت من محطة سيارات الأجرة من الحجم الكبير. عملية تعقيم للفضاءات والأماكن الحساسة بالتراب العملية عن مقاطعة عين الشق، وقد في هذا الإطار وقد أعطى الأولوية السيد العامل لمحطات الطاكسيات والحافلات النقل الحضاري والمسافرين وكذلك محطات الترامواي. وفي هذا الصدد هناك بعض الفضاءات التي تعرف بعض التجمعات هي أماكن حيوية لجهة تجمع الساكنة. جندنا الشركة ديال التنمية المحلية كازا بيئة وكذلك شركة التنمية المحلية كازا ترانسبور من أجل المساعدة ديالنا فيما يخص تطهير هذه الأماكن الحساسة. ما نساو شيء، يعني خدينا على عاتقنا واحد المجموعة ديال الأمور، منها تحسيس المواطنين اللي كتكون في يعني عبر الترامواي عبر دوك المكبرات الصوت اللي كتعطي بعض النصائح مهمة بالنسبة للمواطنين. أجهزة للتعقيم وبخاخات مضغوطة لضمان نتائج أفضل، عملية واسعة للتطهير والتعقيم تدخل ضمن التدابير الوقائية الهادفة إلى منع انتشار هذا الوباء وتعزيز مستوى السلامة والصحة العامة. مزيانة العملية وكتنظف لنا هادشي والجارات ماتشي مزيانة. إيوا بغينا يكون ديما هادشي يكون مزيان. شنو أكمل في الطابس؟ كلشي الكوسانات والطابية الداخل وهادشي والسيارة من الداخل كلها.
الناس هنا مرتاحين مرتاحين بهذه العمليه هذه، وكنظن ان السلطه قائمه بالواجب ديالها، والعمليه ديال التعقيم غدا في جو عادي والناس متقبلينها والناس خايفين على بعضياتهم. عملية تدخل ضمن العديد من التدابير الوقائية والإجراءات التي وضعت خلال الأيام الأخيرة، مع دعوة كافة المواطنين إلى ضرورة احترام قواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية. وفي قطاع التعليم العالي، انطلقت بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عملية التكوين عن بعد في سياق تصدي لانتشار الوباء وتمكين الطلبة من التكوين في ظروف آمنة. سعيد الإدريسي وسفيان الإبراهيمي توجه إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمعاينة هذه التجربة. مدرجات كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء فارغة، أمر لا يعني أن الدراسة متوقفة، فبرامج التكوين عن بعد التي قررتها الوزارة الوصية انطلقت فعليا، وبدأ الأساتذة في إلقاء الدروس عبر منصات إلكترونية وفرتها الكلية. انخراط عدد كبير من الأساتذة، خصوصا يعني من روح المواطنة والاستجابة، يعني الظروف الحساسة التي تتعيشها بلادنا، لاحظنا بأن يعني جميع الأساتذة منخرطين بصفة تلقائية، والآن كاين استعدادات لا بالنسبة للأساتذة اللي هما مكونين أنهم ينتقلوا للمرحلة الثانية وهي إلقاء الدروس عن بعد، والأساتذة اللي ما عندهمش تكوين هم الآن منخرطين في برامج تكوينية حتى باش يكونوا مستعدين في خلال 24 ساعة باش مروا يعني الإلقاء الدروس عن بعد. ولإنجاح هذه التجربة والانخراط بشكل فعال، برمجت الكلية لقاءات تكوينية لفائدة الأساتذة، يتم من خلالها تزويدهم بالآليات التكنولوجية الحديثة المرتبطة ببرامج التكوين عن بعد، وبالتالي تعبئة كل الوسائل البشرية واللوجستيكية. في إطار الظرفية الخاصة، يعني عدم تمكن الطلبة من الالتحاق بالمدرجات ديالهم بالكلية، احنا هنا في إطار هذه الخلية هذه كنشتغلوا لمحاولات تسجيل دروس لتمكين الطلبة من الولوج إليها عن بعد عن طريق عدد من الإمكانيات اللوجستيكية والتكنولوجية. كل شيء الأساتذة كانت عندنا غيونيون البارح، كل شيء اجتمع باش نعرفوا شنو غادي نديروا للطلبة، وكاين بزاف لي بوسيبيليتي اللي غادي نتبعوهم. باغمي لي بوسيبيليتي الاير ليرنين، درنا هاد لا فورماسيون اليوم دار لنا أستاذ الوزاني باش نديروا الدرس في الاير ليرنين. عملية التكوين عن بعد تأتي في سياق التصدي لانتشار فيروس كوفيد 19، ضمانا للسلامة والأمن الصحي للطلبة والأساتذة والإداريين وذويهم. ونربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء بالسيدة عواطف حيار رئيسة جامعة الحسن الثاني. بداية سيدة حيار، وفي هذه الظرفية اللي كتعيشها بلادنا وهي كتواجه كباقي دول العالم الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، كيف تدبر الجامعة عبر مختلف المدارس والكليات والمعاهد العليا هالتجربة، تجربة التعليم عن بعد؟ طبعا منذ إصدار بلاغ سيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن الذي يدعو إلى وقف التدريس حضوريا والانتقال إلى التدريس عن بعد، انخرطت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء كجميع جامعات المغرب في هذا يعني المبادرة، وتم تعبئة جميع الموارد وخاصة خلق خلية مختصة على صعيد رئاسة الجامعة التي تنسق مع خليات في الكليات. فكما شفتوا كلية الحقوق بالدار البيضاء هناك ربط متواصل ما بين خلية الرئاسة وخلية الكليات اللي اعطناهم الإرشادات حول كيفية يعني ما هي الوسائل التكنولوجية المتاحة لإنجاح هذه العملية ديال التكوين عن بعد، سواء عن طريق الفضاء الرقمي للجامعة أو عن طريق يعني روابط متعددة اللي هي متوفرة حاليا. فيعني بالنسبة للأساتذة
الأساتذة اللي كي يتمكنوا شيئا ما من هذا التكنولوجيا، يعني شجعناهم باش يعملوا تحميل ديال الدروس من البارحة 16 مارس. وبالنسبة للأساتذة اللي ما عندهمش خبرة، فهناك يعني كما قلت لكم الخليات المحلية في الكليات اللي هي كيستقبلوا الأساتذة وتيوجههم تيبينوا لهم كيفاش يمكن تحميل الدروس عن طريق البوابة الرقمية للجامعة، وفي بعض الأحيان عن طريق روابط أخرى لتسريع خاصة عملية تحميل الدروس وتمكين الطلبة من الاستفادة منها في أقرب يعني في أقرب الأجل. طيب كيف يتجاوب الطلبة من هذا مع هذا النمط من التكوين ولو أنه في المرحلة الأولى؟ طبعا ثم الطلبة هما يعني طلبة هم كشباب المغرب والعالم، عندهم يعني واحد الاستئناس كبير جدا ببوابات البوابات الرقمية، فاحنا يعني ارتكزنا على هذا يعني المعطى المهم، ويعني يعني عملنا واحد لا كومبان دو يعني واحد تحسيس قوي جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، باش قلنا للطلبة باش ينخرطوا يعني يفعلوا حسابهم في البوابة الرقمية، لأن عندنا LNT l'environnement numérique du travail، وماشي كل الطلبة كانوا يعني مسجلين في هذا المحيط، فشجعناهم باش يتسجلوا في هذا المحيط لأن هي أسهل طريقة باش يدخلوا مباشرة ويلقوا الدروس ديالهم، يعني ما عندهمش فين يعني يكثر عليهم البحث، مباشرة تلقوا واحد الفهرس أو واحد العرض بيداغوجي اللي هو خاص بالمسلك اللي هما تابعينه، وتلقى في ذاك المسلك الدروس اللي عندهم. فبالنسبه للطلبه اللي مازال ما يعني ما فعلوش الحساب ديالهم، وانا عندي يعني لي ستاتيك كتقول بان العدد يعني كبير جدا من الطلبه اللي هما فعلوا الحساب ديالهم، بالنسبه للاخرين فتيتم يعني الاتصال مباشره ما بين الاستاذ والطلبه باش يعطيهم الرابط اللي كيتوصلوا به اما عن طريق اللايف المباشر الدروس او عن طريق يعني المحتوى ديال PDF او PowerPoint. هذا المجهود كله من اجل ان تستمر السنه الجامعيه بشكل عادي. طبعا الهدف ديالنا هو استمرار يعني الدراسة بشكل عادي، والحمد لله التجربة ديال البارح كانت ناجحة جدا بجامعة الحسن الثاني، ولكن أيضا بجميع جامعات المغرب. بعد كان عندي دابا اتصال مباشر مع جميع رؤساء، كانت عندنا ندوة الرؤساء وعملناها أيضا عن بعد تحت تعليمات السيد الوزير حتى نتمكن من متابعة يعني مقربة لجميع يعني التطورات ديال التدريس عن بعد في جميع الجامعات المغربية، وأيضا لتضافر الجهود لإنجاح هذه العملية. فالحمد لله يعني كانت ناجحة البارحة، وحنا كنواكبوا الأساتذة اللي باقي ما عندهمش يعني خبرة باش يدخلوا لهاد البوابات الرقمية. هناك مواكبة مستمرة كما قلت لكم، خليات بجميع الكليات تقريبا 24 ساعة على 24 ساعة، لأن البارحة نتبعت حتى ال 23 يعني حتى المنتصف الليل، وباقي يعني الأسئلة اللي كتطرح عن طريق الإنترنت كيتجاوب عليها باش يتم تمكين الأساتذة والطلبة أيضا من تفعيل حساباتهم الرقمية والدخول إلى البوابات للوصول مباشرة كما قلت للدروس ديالهم. فالدروس يعني غادية بشكل يعني ساتيسفيزون يعني جيد، وحنا كنشتغلوا في خلال هاد الأيام باش يتم يعني هذه فرصة أيضا لرب ضارة نافعة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى إبعاد هذا الوباء عن بلدنا الحبيب. فيعني كان يعني هي فرصه لاننا حاليا نشتغل على بوابه انتغري يعني اللي كانت غادي تضم جميع الدروس وجميع ديال الجامعه من طريق مدخل واحد. شكرا لك سيده عواطف حيا رئيسه جامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء على كل هذه التوضيحات. المنصات الرقمية تأخذ مكان أقسام الدراسة في ظل هذه الأزمة الصحية بعد قرار إغلاق المؤسسات التعليمية الذي اتخذت وزارة التربية الوطنية حفاظا على سلامة التلاميذ. شرع هؤلاء في تلقي دروسهم من خلال موقع تلميذتيس ومن خلال الدروس التي تبث على قناة الرابعة. نموذج لتلميذة من طنجة في روبورتاج أنيس أبو مهدي وسعيد ناجح.
عائشة تلميذة في مستوى التاسعة، اليوم تتحصل دروسها عن بعد. توقفت عائشة كسائر أقرانها عن التوجه إلى المدرسة امتثالا لقرار الوزارة المعنية. هي اليوم تواكب دروسها عبر المنصات الرقمية وقناة الرابعة. التوقيف هو لا يعني بأي وجه عطلة مدرسية، بل هو توقيف نظرا لهذا الوباء اللي هو أولاد الفيروس اللي هو منتشر في العالم، وطبيعة الحال كذلك بلادنا حتى يتقص به. التوقيف كذلك للدراسة كيعطينا فرصة أننا نوصلوا للتحصيل ديال التلام ديالنا في المنازل ديالهم طبيعة الحال من خلال المنصات اللي وضعتها الوزارة. توقف الدراسة لا يعني عطلة مدرسية استثنائية بالنسبة لعائشة. هذه الأخيرة أنشأت مجموعة تواصلية عبر الإنترنت تضم زملائها وبعض الأساتذة لمواكبة دروسهم والاستعداد للامتحانات. عملنا واحد جروب اللي فيه تلاميذ مؤسسة كاملين بهم ثالثة إعدادي والأساتذة ديالنا. في هذا الجروب هذا عادي يكون عندنا زعما الا حنا ما فهمناش شي حاجه حيت سي نورمال، حنا في قسم كنبقاو نحتاجوا الاساتذه انهم يزيدوا يمدونا بمعلومات. ما فهمناش شي حاجه باسكو كاين في سيت كاين دروس مصوره. المبادره الصراحه مزيانه، هنونا الصراحه هنونا، حنا كنا ديما خوفانين عليهم، ها هما مشاو مدرسه وما تلاقوا مع الدراري وما تلاقوا مع شي واحد يكون مريض. هادشي اللي عملت الدوله مزيانه. لم يتغير شيء بالنسبة لهذه التلميذة، فمن منزلها تتفاعل مع مقرراتها الدراسية. المجتمع المدني بدوره منخرط في الجهود الوطنية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19. حملة توعوية نظمها فاعلون جمعويون بمدينة سلا لتحسيس الساكنة بأهمية الالتزام بتوجيهات الأطر الصحية والسلطات لمنع انتشار وتفشي الفيروس. الحملة تابعتها سميرة أسبان مع أمين شرقاوي. وتحاول إلى جو الناس تهضروا معهم وتفهموهم على المسافة يعني تكون الناس. يستعد هؤلاء الفاعلون الجمعويون بنواحي سلا لبدء حملة توعوية بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب عدوى فيروس كوفيد 19، والبداية بتوزيع الملصقات على البنايات السكنية. إرشادات وزارة الصحة حاضرة في الملصقات، بداية بالالتزام بقواعد النظافة وتجنب التجمعات البشرية غير الضرورية. بنادم ما تخليش يكون متقارب منك ومن الأسف من أحسن باش ما كاين أنا مزيان. مزيان بنادم يدير الاحتياط الراسو باش بنادم جا واحد إن شاء الله ما يتقاس ما يكون الضرر لواحد. خصو يتواعى مع الكورونا، خصو أول حاجة يغسل يديه بالصابون مزيان وما يسلمش على الناس لا من وجه ولا من يد. وثاني حاجه بنادم يبتعد الانسان بواحد 2 متر هكا. الانسان يجي من المسافه ديال متر ما بينك وبينه، السلام ما كاينش. الاستعانه باطر صحيه للتواصل مع الساكنه طريقه اختارها هؤلاء الشباب لانجاح حملتهم التوعويه. وفي برنامج الحمله التعريف بأعراض فيروس كوفيد 19 وتحسيس الساكنة بأهمية الالتزام بالإرشادات الطبية لتفادي العدوى. ما نسلموش على بعضياتنا، التجمعات ما خصهاش تكون، الخروج بدون سبب ما من الأحسن نيفيتيوه، ما خصوش يكون إلا للضرورة القصوى. وحتى إلا خرجنا نخرجوا ندخلوا العمل ديالنا نغسلوا كما قلنا نغسلوا يدينا. تستهدف هذه الحملة نشر المزيد من التوعية بين الناس للحد من هذا الوباء، ونحن كمجتمع مدني نطالب الجمعيات والمؤسسات بمثل هذه الحملات. المواطنون مطالبون اليوم بالالتزام بإرشادات الأطر الصحية وتوجيهات السلطات لوضع حد لانتشار كوفيد 19. المجتمع المدني بدوره مدعو للمساهمة بكل مسؤولية في إنجاح الجهود الوطنية المبذولة لحماية بلادنا من الوباء العالمي.
ولتفادي انتشار العدوى بشكل تصاعدي اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية، ونحن كمواطنين ملزمون بالتحلي بالوعي والمسؤولية لضمان عدم الإصابة ولضمان عدم نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين قريبين منا، وذلك من خلال الالتزام بخارطة الطريق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وبنصائح الأطباء والخبراء. وفاء اليعقوبي. أعداد المصابين بفيروس كورونا ببلادنا في ارتفاع، وضع يجب التعاطي معه بجدية ومسؤولية، وذلك من خلال اتباع نصائح المنظمة العالمية للصحة والأطباء. حاولوا ما تسلموش باليد، اللي كان الواحد تيكح يدير يديه قدام فمو، واللي كان تيعطس يعطس داخل ديال الكم ديالو، واللي كان من خارج تيسير يستعمل دوك المشورات اللي استعمال الواحد اللي ما كانش عنده الوسائل نتاع غسل اليد يبقى حتى يدخل دارو، والحاجه الاولى قبل ما يسلم على شي واحد ولا يصافح على شي واحد يغسل يديه بالصابون، والغسل تاع الصابون تاسخو يكون مزيان على الاقل واحد جوج دقائق. اهم النصائح الواجب اتخاذها غسل الايدي بمواد التنظيف باستمرار، استعمال المعقمات على اليدين، تعقيم المنازل، تفادي الأماكن المكتظة، استعمال الكمامات والقفازات، عدم الدخول إلى المنازل بالأحذية، تعريض الملابس لأشعة الشمس، وشرب الماء باستمرار. هذاك السيد اللي كيكون عارف راسه مصاب اولا خصو يعمل لك الكمامه باش يحتاط ما يعاديش وحدا اخرين، اما الكمامات اللي كيحتاط بهم الانسان ويقدر يعملهم احتياطيا هو ما وقتش المرض هما من نوع FFP2، لان واحد الكمامات اللي غلاض وهما FFP2 هذوك تيمكن لهم يحميو الطرفين. علاوه على الاجراءات الاحترازيه، من المستحب تناول الغذاء الصحي الذي يساعد على رفع المناعة الذاتية كالخضر والفواكه خصوصا الغنية بفيتامين سين. الاجتناب هذه الانفكسيون هي تعزيز الجهاز المناعتي. هذا الجهاز المناعتي أول باغيير اللي كتحفزه وكتحميه هو لافلور باكتيريان اللي كاينه في لي زانتستان، أولا دوك الميكروبات الحميدة اللي مزيانة اللي كاينه في الأمعاء ديالنا، باش أننا نحفزوها أو نحافظوا على ليكيليبغ ديالها. كاين واحد العدد ديال المواد الغذائية اللي كيخصو يتخادو اللي هما لي بريبيوتيك، كيكونوا في الالياف الغير قابله للهضم. الحياه ديال التغذيه عاوتاني عندنا تغذيه صحيه، تغذيه مغربيه فيها الزيت البلديه، فيها هذه الخبز الزراعي، ما تخسر شي حاجه. جانب مهم اخر يجب اخذه بعين الاعتبار لمساعده الجسم على رفع المناعه الذاتيه، النوم الكافي والابتعاد عن التوتر والخوف. الوقاية خير من العلاج، شعار المواطنين بكافة أرجاء المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كوفيد-19. بمدينة القنيطرة يحرص المواطنون على اتباع التدابير الوقائية لعدم انتقال العدوى من شخص إلى آخر، وذلك بالالتزام بالنصائح الطبية كغسل اليدين باستمرار ووضع الكمامات الطبية الوقائية وعدم الاختلاط في الفترة الحالية. روبورتاج مريم بنسكري وياسين معزي. السوق المركزي بمدينة القنيطرة، الكل ملتزم بتوجيهات الواجب التقيد بها تفاديا للعدوى فيروس كوفيد-19. فما هي هذه الاحتياطات؟ مابقناش كنروحو في التجمعات ديال بزاف ديال الناس، سمعتيني؟ ولينا كنعتزلو شوية على حساب الناس، على حساب هاد المرضى، هاد الاحتياطات وصافي. أي حاجة في الاجتماعات تنتجنبوها وصافي. خصهم الإنسان ديما ياخذ واحد الاحتياط، ياخذ الاحتياط النفسية ديالو والجسم ديالو. هي اهم حاجه. القوله اللي غادي ننصحوا بها حنا الزبناء ديالنا هو ما تسلمش عليا، راني ممكن نكون هاز الفيروس، وما نسلمش عليك ممكن انت تكون هاز الفيروس. تنظيف اليدين واستعمال معقم بشكل منتظم، الاحتفاظ بمسافه لا تقل عن متر واحد بينك وبين اي شخص يزعل او يعطس، تجنب لمس العينين والانف والفم الا بعد غسل اليدين، تغطيه الفم والانف عند العطس والسعال، كلها إجراءات ضرورية يجب اتباعها لحماية أنفسنا وحماية الغير من العدوى. في الأغالب الأحيان كتكون عن طريق اللعاب، دوك القطيرات الصغيرة
بعد السعال ولا بعد العطس، ولكن ما نساوش بانك فقرت نقل تب اليدين ملي كيقيسهم الواحد مثلا ذاك اللعاب ولا شي ولا كحب في الدو ولا عطس في الدو وقاس شي حاجه، الفيروس راه كيبقى واحد الساعات ولا بعض المرات كيبقى واحد الايام الا ما قضاتش عليه الشمس وداك الشيء راه يقدر يتنقل من واحد لواحد. وعي والتزام أبان عنهما المغاربة في مواجهة انتشار الجائحة العالمية وانخراط الجميع في سلسلة الإجراءات الوقائية لوضع حد من انتشار الفيروس. التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي هذا الفيروس ببلادنا والتي همت إغلاق المقاهي والمطاعم وعدد من المرافق العامة لقيت تجاوبا في أوساط مهني قطاع المطعم والمقاهي. نستقي آراء في هذا الشأن مع أمين هنوي وعبد الرحمن زيان في هذا الروبورتاج من الدار البيضاء. قبل ساعات من بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المقاهي والمطاعم في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد، يحرص المهنيون بجهة الدار البيضاء سطات على الانخراط الإيجابي والفعال في الالتزام بهذا القرار وتطبيق مختلف معايير السلامة بالنسبة للمطاعم التي ستقدم خدمات توصيل الطلبات للمنازل. اليوم أول شيء عندنا الثقة في التدابير اللي اتخذتها الحكومة المغربية والوزارة الصحة وما علينا إلا نمتثلوا لها. هذا هو التوجيه رقم واحد اللي كنا طلبنا به في الاجتماع ديال يوم السبت ديال عدد من الهيئات اللي كتمثل هذا القطاع ديالنا. بالنسبة للمقاهي والمطاعم اليوم دخل حيز تنفيذ هذا القرار، الآثار ديالو الاجتماعية حقيقة غادي تكون كبيرة، من بعدها كاين آثار اقتصادية ومادية والتزامات مادية ديال المهنيين، فاحنا كنحترموا القرار هو اللي قرار اللي لا بدخس يكون، لأن احنا كذلك كنفكروا السلامة الصحية ديال المواطن المغربي وكنفكروا البعيد باش إن شاء الله نتفاداو هاد المشاكل ديال هاد الوباء. احنا القرار غنمتثلوا ليه بصفة عامة، غنحاولوا نطبقوا في كاع لي ريستورون ديالنا. اي بيان سور كيف ما تعرف الجميع ان هذا وباء كورونا اثر علينا بصفة عامة في لي مول تقريبا 70% 80% وفي لي ريستورون العاديين 50%. كما أصدرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بلاغا تؤكد فيه انخراطها التام في تطبيق القرار والمشاركة الفعالة في التعبئة الوطنية لمواجهة هذا الوباء. نحن ما علينا إلا أن ننخرطوا في هذا القرار، لأن هذا من الواجب، وهنا كنعتبروا هذا قرار حكيم اتخذته وزارة الداخلية. احنا كنا كننتظروه باش يتم إصدار ديال هذا القرار. المشكل اللي كان هو أنه عندنا مجموعة ديال العمال، عندنا مجموعة ديال الإكراهات، أن كنشوفوا دابا هاد الأسر هاد العمال عندهم أسر ديالهم، عندهم أشنوية يعني تبعيات اللي يمكن لنا نشغلوا، عنده أطار اقتصادية كبيرة. مهنيو هذا القطاع سيواصلون عقد اجتماعات يومية مع مختلف المتدخلين بالجهة لإيجاد حلول مناسبة للشغيلة وباقي العاملين في مهن المطعمة والتموين لتجاوز تبعات هذا القرار. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.